اللي لمع في سماء الكره المصريه النهارده بيرجع مره تانية مع منتخب مصر ومباراه وديه امام قطر، شايف الانضمام ليك وشايف الاختيار ده ازاي النهارده؟ اهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني ممكن تكون الاصابه اخرتني شويه، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله تعافيت من الاصابه ورجعت تاني كويس الحمد لله. انضم المنتخب ده حلم ليا من انا صغير ان انا انضم منتخب مصر الكبير. اتمنى ان شاء الله اعمل حاجه لحمودي وحاجه لبلدي، ان شاء الله يكون معسكر كويس، يكون فتحة خير علينا، في وجوه جديدة موجودة في المنتخب، فان شاء الله كل واحد فينا يثبت ويطلع اللي عنده ويقول للناس ان انا موجود وان انا كويس، ان انا استحق ان انا اكون موجود. ماتش ودي وتجربة ودية، نتمنى طبعا ان احنا نطلع اقصى ما عندنا، نتمنى ان احنا كسبنا ماتش المنتخب كسب قطر لما سافر هناك، نتمنى احنا كمان اما نروح ما نقلش ونكسب ان شاء الله. نعمل حاجة لينا احنا، ده اول معسكر لينا في المنتخب، ف نتمنى ان شاء الله ان احنا نثبت وجودنا وان احنا نبقى موجودين في المعسكرات الجايه ان شاء الله. بالنسبه لسموحه، انا بشيل طبعا العبء كله من على الكابتن شوقي. كابتن شوقي تعب معانا، الجهاز كله تعب معانا، مجلس الاداره طلع يعني ما بخلش على الفرقه باي حاجه. انا بالنسبه لي انا حمودي اقول ان الكابتن شوقي ما ذنبوش اي حاجه، احنا كلاعيبه احنا اللي نتحمل المسؤوليه واحنا اللي نقول ان الخساره بسبب اللعيبه مش بسبب اي حد تاني. صادفنا